اهلا بيك. اهلا وسهلا يا دكتور. يعني سعداء بوجود حضرتك معانا. والله انا اسعد بكتير. شكرا جزيلا. يعني استاذ سمير احنا عايزين نبتدي من الصعيد. انت صعيدي الاصل. طبعا. يعني ماذا وجدت في الصعيد كي يدفعك الى الاهتمام بميدان الجمال والفنون والنقد؟ لا هو الصعيد دفعني انا كلية على بعضي. يعني انا تكويني صعيدي، ولادتي وطفولتي ونشأتي لغايه لما خدت ثانويه عامه من هناك. اسيوط. منفلوط. في اسيوط. في اسيوط ده كانت مؤثره جدا، من اهم سنوات حياتي. يعني اهم مرحلتين او فترتين عشتهم في حياتي اللي شكلوني تماما. ايوه. فتره من الطفوله لنهايه الثانويه العامه في منفلوط، قصادها على طول فترة باريس، إقامتي في باريس لحوالي 5 سنوات. يعني دول هم شكلوا تكويني. واهتمامك بالمجال الفني والنقدي. الاهتمام بالمجال الفني في الصعيد طبعا كان اهتمام عام، ما هوش اهتمام خاص، لأن كان جزء من قراياتي وجزء من تكويني. ما كانش فيه ثقافة بصرية في الصعيد تشكيلية مخصوصة غير في قصر الثقافة، في المعارض اللي بيعملها قصر الثقافة. بس دي ما تقدريش تقولي انها مؤثرة يعني. انما التربية العين اتعودت على انها تشوف وتتأثر بما تراه وتختزل ما تراه. يعني ال 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 الذاكرة البصرية هي دي مهمة جدا، ودي عادة بتبقى أقوى من الذاكرة اللفظية أو المقروءة. صحيح. الذاكرة البصرية، أنا ذاكرتي البصرية من طفولتي في الصعيد في منفلوط خلتها حادة جدا. يعني أذكر كل شيء بخيالي، بخيالي الواقعي باللي عشته. فالذاكرة البصرية يبدو دي هي اللي كانت مهدت إلى أني لما أشوف أعمال فن بقى تشكيلي، ودي كانت المدرسة الواقعية الحياتية أو الأساسية فيها باريس، فترة باريس.